Welcome to the Bahrain Teachers College. I am so glad to have you with us this year. BTC is a special place filled with faculty, students, and administrative staff who care about education, learning, and personal growth. I really wish I could be greeting you in person, but because I cannot, I would like to share with you here a few thoughts about the college you're joining. First and most importantly, BTC is dedicated to your success at the Ministry of Education. As a practicing educator or leader in the ministry, you have a very strong impact on the future of this country. We at the BTC take this very seriously. We want to support you as you improve your skills and knowledge so that you will be an even more effective educator. Second, as you will soon discover, BTC's faculty members care so deeply about their students. Sure, sometimes they may push you really hard to achieve more, but they will do so with your success in mind. Finally, the BTC community, which includes BTC's faculty, students, administrative staff, and alumni, is an amazing community of impactful educators who have similar understandings about teaching and learning, and in many ways are similarly effective in their work as educators. We're so glad to have you join our community this year. We wish you all the best as you start. Welcome. أبنائي الطلبة المعلمين, إنكم مقبلين على مهمة جدا صعبة ولكنها سهلة على من يحب ويسعى من أجل أن يكون معلما متميزا من أجل بحرين المستقبل. نحن ندرك تماما أن نحن نمر بمرحلة صعبة جدا وبوضع استثنائي, ولكن لن يكون صعبا عليكم, فإن شغف وحب التعليم هو سيكون السلاح المتين الذي سيدعم مسيرتكم وسيسهل عليكم أمر التعلم. أيضا ستكون لديكم الرغبة والاستعداد لإثبات دوركم التربوي من خلال جلدكم وصبركم وتأنيكم من أجل أن تكون المرحلة القادمة مرحلة سلسة, وسيكون إنجازكم بإذن الله يفوق التحديات. منا نحن التربويين الذين لدينا من الخبرة الكثير, نقول أبنائي الطلبة المعلمين, لن تكون المسيرة صعبة, ستكون سهلة إذا أنتم قبلتم بالتحدي. ومن يقبل بالتحدي فإنه بالتأكيد يعشق الإنجاز, وعملية عشق الإنجاز ستكون لها أيضا بوادر منذ اللحظة الأولى التي ستولجون فيها هذه المسيرة. لكم منا كل المحبة وكل التقدير, لأننا ندرك تماما لن يقبل أي واحد منكم بأن يبدأ هذه المسيرة إذا لم تكن لديه العزيمة والإصرار والقبول بالتحدي بأن يكون معلما متميزا شغوفا بحب العلم والمعرفة, وقادر على أن يخلق لأبنائه الطلبة عندما يتخرج تاريخا يسطره الجميع. نحن ندرك تماما بأن الرعيل الأول من خريجي كلية المعلمين كان ولا زال, زالت الدفعات التي تلي, من أفضل المعلمين الذين تم تخريجهم من كليات التربية, وعليه فنحن نعول عليكم كثيرا بأن تكملوا هذه المسيرة, بأن يكون طبعا دوركم واضح وبارز كما كان بالنسبة للذين سبقوكم في الأعوام السابقة. رجائي أن تستمر مسيرة العطاء في كلية المعلمين بما يعكس
أصالة هذه الكلية ودورها البارز في تأطير المعلم البحريني. أعزائنا طلبة برنامج الدبلوم العالي في القيادة للمعلمين، أهلا وسهلا فيكم في كلية البحرين للمعلمين، وكل عام وانتم بخير، وإن شاء الله يا رب تكون هذه سنة أكاديمية جديدة مليئة إن شاء الله يا رب بالتوفيق والخير والأمن والأمان علينا وعليكم جميعا. في البداية أحب أهنيكم لقبولكم في هذا البرنامج وعلى ترشيح الوزارة لكم لدخول هذا البرنامج، وأكيد ما وصلتوا لمرحلة الترشيح والقبول إلا لأن أنتوا منسقين أو معلمين أوائل أو قائمين بعمال معلمين أوائل، فطبعا هذه بحد ذاته يعني شيء تهنئون عليه، وإن شاء الله وأكيد ما وصلتوا إلى هذه المرحلة إلا عن استحقاق وخبرة طويلة في العمل في المجال التعليمي. فأهنئكم على هذه الوظيفة وأهنئكم إن شاء الله على دخول هذه التجربة العلمية العملية إن شاء الله يا ربي اللي راح تكون غنية وكفيلة إن هي تساعدكم في تحقيق طموحكم في إن أنتم تخدمون أقسامكم الأكاديمية وتخدمون مدارسكم. طبعا كلنا نعرف دور المعلم الأول، دور المعلم القائد في قيادة الأفرقة المدرسية في قيادة الأقسام التعليمية، طبعا هذا دور بارز لا يمكن لأي أحد أنه يتجاهله أو يقلل من قيمته، لأنه هو دور محوري أساسي في قيادة المدارس بحد ذاتها. فأكيد ما وصلتوا إلى هني إلا أنتوا على استحقاق لقيام بهذه المهمة، وإن شاء الله يا ربي تساعدكم التجربة معانا بالكلية وفي الدراسة في هذا البرنامج في إغناء هذه التجربة وتزويدكم بالمهارات والكفايات اللي تحتاجونها لإدارة أقسامكم وأفرقة العمل مالتكم، وإن شاء الله يا ربي إن احنا نحاول إن احنا نحقق لكم هذا الطموح في تقديم أفضل تجربة ممكنة وأفضل تعليم ممكن أساس يساعدكم في تقديم مهامكم بجودة أفضل وإدارة أقسامكم بشكل أفضل بإذن الله. وإن شاء الله بعدين راح نمر مع بعض على شرائح العرض الخاصة بالبرنامج عشان تتعرفون على طبيعة البرنامج وأهدافه ومقرراته وكل شؤون الدراسة عندنا بالكلية. والله كنا نتمنى نشوفكم face to face، إن شاء الله يا ربي نتعدى هذه المرحلة في أقرب وقت ممكن، يعني إن شاء الله ما بقى القليل، وإن شاء الله كلنا مع بلدنا الجميلة الحبيبة نقدر نتعدي هذه الأزمة مثل ما تعدينا غيرها، ونرجع إن شاء الله إلى الوضع الطبيعي في أقرب فرصة ممكنة. طبعاً نعرف أن الوضع الحالي مليء بالتحديات، لكن ما شاء الله أثبتت التجربة البحرينية في التعليم قدرتها على استيعاب الوضع والتغلب على كل التحديات، والحمد لله قدرنا نقدم ورح نواصل نقدم أفضل ما ممكن لخدمة وطننا الحبيب. فأهلا وسهلا فيكم مرة ثانية، وأتمنى لكم يا رب إن شاء الله كل التوفيق. تحياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الكرام من المعلمين والمعلمات، وأهلا وسهلا بكم جميعا في كلية البحرين للمعلمين. مبارك عليكم جميعا لالتحاقكم بهذا البرنامج المتميز الدبلوم العالي في القيادة للمعلمين. هذا البرنامج المتميز سوف يكون إضافة قيمة لخبرتكم وتجاربكم الميدانية في مجالي التعلم والتعليم، لأن البرنامج يركز بشكل أساسي على المجالات المحددة من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب وكذلك وزارة التربية والتعليم. واسمحوا لي في هذه العجالة أن أبدأ بحقيقة علمية، وهي أن لكل مسيرة نوع من التحدي، أي أن المسيرات تكون متسمة بنوع من التحديات، وهذا الكلام لا يعتبر إحباطا، وإنما التحديات بحد ذاتها تكون على قسمين، منها ما تكون تحديات محبطة ومنها ما تكون تحديات محركة. والذي أصبو إليه وأعنيه في هذه العجالة هو التحدي المحرك، لأن هذا النوع من التحدي يحرك حفيظة المتعلم ويحرك فضول المتعلم إلى الاطلاع والازدياد والاستفادة من كثرة الاطلاع، والانتقال بالمتعلم من دائرة الروتينيات والممارسات الروتينية إلى دائرة الإبداع و
الأمور والممارسات الإبداعية. ومجرد اختياركم لهذا البرنامج يعكس مدى استعدادكم وقبولكم للتحدي المحرك، لأن نتائج الدراسات الإجرائية والتجريبية قد أثبتت أن المتعلم الذي يصبو إلى التميز وإلى الريادة يسعى دوما باحثا عن التحدي المحرك. ومع كثرة انشغالاتكم وارتباطاتكم ومسؤولياتكم في المدارس واختياركم لهذا البرنامج دليل واضح على أنكم مستعدون لخوض تجربة متميزة في هذا البرنامج. نتمنى لكم جميعا عاما جامعيا سعيدا ومثمرا ومنتجا، وكونوا على علم على أن الكلية بهيئتيها الإدارية والأكاديمية كلها ستكون عونا لكم وسندا لكم في هذا البرنامج. نراكم إن شاء الله قريبا في مقررات هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج الدبلوم العالي في القيادة للمعلمين. يهدف هذا البرنامج لتلبية احتياجات المعلمين من خلال طرح مقررات دراسية تهدف إلى ترجمة تطلعات هيئة جودة التعليم والتدريب عندنا وتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم. طبعاً كل هذا الشيء من أجل تعزيز أداء المعلمين مما يسهم في رفع تحصيل المتعلمين وتحسين جودة المدارس. أيضاً يهدف لتحسين عمليتي التعلم والتعليم من خلال تطوير أداء المعلمين وإكسابهم المهارات التي تسهم في تطويرهم المهني، وأيضاً اكتساب المعارف والمهارات القيادية للمعلمين المبنية على النظريات وأفضل الممارسات العالمية، وأيضاً اكتساب مهارات التوجيه والإرشاد والتقييم وإعداد برامج التطوير المهني للمعلمين. فمثل ما احنا شايفين البرنامج هذا ينقسم إلى شقين، طبعاً هو لأنه يهدف هو برنامج قيادة المعلمين، ففي الهدف الأهداف الأولى راح تكون هي كيف أن أنا أعمل أصنع معلم ذا جودة، وبعدين لما أخلص من هذه المرحلة أنتقل لمرحلة كيف أن أنا أصنع قائد ذا جودة. فالقائد المعلم أول شيء لازم يكون معلم ذا جودة قبل لا يتحول إلى قائد ذا جودة. طيب شنو هي المخرجات اللي إحنا نستهدفها في هذا البرنامج؟ طبعاً الطلبة راح يتعلمون مثل ما قلنا لأنهم في الأساس معلمين، عساس نرفع جودتهم كمعلمين راح يتعلمون استراتيجيات التدريس وتقنياته، كيف التطوير ممارسات التعليمية وإنشاء بيئة صفية محترمة، تعزيز الإنجاز الأكاديمي لجميع المتعلمين، إكسابهم مهارات تصميم المنهج وأساليب التقويم والمعايير الوطنية طبعاً وفقاً للمعايير الوطنية، وتبني طرق التدريس المناسبة لتلبية حاجات المتعلمين. طبعاً الطلبة راح يشغلون معنا في تحليل بيئات تعلمية مختلفة. مثل ما أنتم عارفين إحنا اليوم في مدارسنا عندنا كم هائل من الثقافات والأوضاع الاجتماعية المختلفة، فكيف إحنا نتعامل مع الطالب حسب الوضع الاجتماعي وحسب الثقافة اللي هو جاي منها. فكل هذه الأمور راح تخلينا نحلل حالات طلابية ونشوف ونتعلم منها. طبعاً كل هذه أساس نرفع من مستوى الأداء ونطور مستوى السلامة والاحترام لمختلف جوانب المواقف التعليمية التعلمية اللي نواجهها في صفوفنا. أيضاً طلابنا بإذن الله راح يتمكنوا من أنهم يبرهنون كيف هم فاهمين تنوع المتعلمين الثقافي، وكيف يقدرون على بناء علاقات فاعلة مع أسر هذول المتعلمين والمجتمعات المحلية الموجودة عندنا، على أساس ندعم عادات المجتمع البحريني وقيمه الإسلامية. فإحنا نحترم كل الثقافات ونحترم كل القيم، وفي نفس الوقت نعزز عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا. أيضاً راح يطورون الطلبة استراتيجيات المعلمين القيادية مثل ما قلنا. دائماً راح يكون في هذا البرنامج عندنا شق لتطوير أداء كمعلم وشق لتطوير أداء كقائد، فراح يتعلمون الطلبة عندنا استراتيجيات القيادة، قيادة المعلمين والمهارات اللازمة للقائد التربوي، عساس أنه يقدر يحسن من جودة القسم ماله وأداء المعلمين ماله وبالتالي التعلم في المدرسة. طبعاً هذه كلها راح يتطلب منا أن احنا نعطي المهارات الفاعلة في قيادة الأفرق العمل في المدرسة، وطبعاً من خلال عمليات الإشراف والتوجيه المهني.
أيضا راح يحللون الطلبة ويطبقون ممارسات قائمة على الأدلة. طبعا أنا في كل برامج الدراسات العليا اللي مطروحة عندنا في الكلية نعزز دائما العمل على الأدلة ومن خلال البحث العلمي أساس أن احنا نقدر بالتالي نطور برامج مهنية مناسبة، وبالتالي طلابنا يقدرون يطورون برامج مهنية مناسبة لطلبتهم. فبالتالي كل هذه الأمور راح تهدف إلى تطوير القيادة الذاتية وتحسين أداء القسم وتطوير مهارات التواصل مع جميع الشركاء والمنتفعين بالخدمة التعليمية. الأهداف التربوية العامة للبرنامج طبعاً راح نتبنى استراتيجيات القرن 21 والممارسات القائمة على الأبحاث مثل ما ذكرت لكم، ونحاول قد ما نقدر نطرح أنشطة تجذب المتعلمين. طبعاً أنا أعتقد أن الجائحة اليوم أعطتنا درس كبير في موضوع استخدام التكنولوجيا والفضاء الإلكتروني. طبعاً هذه أيضاً يعزز قدرتنا على إدارة هذه البرامج وتحقيق هذه الأهداف. طبعاً إحنا دائماً في أهداف كلية البحرين للمعلمين في برامجنا نلجأ إلى المجالات الإنجاز اللي مذكورة في هيئة جودة التعليم والتدريب على أساس نتأكد أن البرنامج اللي نطرحه لكم والمهارات اللي نعطيكم إياها تمكنكم في الحصول على درجات وتقييمات أعلى في هيئة جودة التعليم والتدريب. أيضا راح يتعلم الطلبة كيفية تعزيز أخلاقيات العمل وقيم المواطنة والابتكار والتعلم من الحياة، التطوير الشخصي والاجتماعي. طبعا هذه في مجال التطور الشخصي للطلبة والمسؤولية الاجتماعية. راح نسعى أن احنا نعزز تطبيق الطلبة للمهارات اللازمة لضمان تلبية كل الاحتياجات المتنوعة للمتعلمين، وأيضا تطبيق مهارات القيادة للمعلمين على أساس نقدر نطور من أدائهم الشخصي في الأقسام وإدارة الفرق التابعة لصفوفهم. وأيضا هذه مثل ما قلت لكم كل الأهداف هذه بتشوفون إن هي صايرة aligned مع مجالات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب. وأيضا راح يتعلم الطلاب تطبيق المهارات القيادية المستندة على الأدلة والأبحاث لقيادة فرق والتوجيه والإرشاد الموظفين حسب أدائهم وتقييم وتطوير البرامج المناسبة لهم وللمعلمين في أقسامهم. المعلومات العامة عن البرنامج، طبعا البرنامج برنامج لمدة عام أكاديمي واحد يعني فصلين دراسيين. في كل فصل راح يدرس الطالب 3 مواد دراسية يعني مجموع المقررات 6 مقررات. كل مقرر عبارة عن 3 ساعات معتمدة يعني مجموع الساعات المعتمدة راح تكون 18 ساعة لكل البرنامج. المقررات تدرس باللغة العربية. فترة الدراسة راح تكون 2 يوم في الأسبوع. يوم واحد راح يكون عندكم تفرغ في الفترة الصباحية من مدارسكم، فبتيوم عندنا الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 ظهرا، وعندكم يوم واحد راح يكون من الساعة 3 العصر إلى الساعة 6 المغرب. طبعا الأوقات هي المحطوطة في الأوقات اللي هو الأتندنس الطبيعي. طبعا مثل ما أنتم عارفين إحنا حاليا باقين بالأونلاين، فيمكن البعض يسأل هل أنا راح يسمح لي أن أنا أتفرغ من المدرسة أو أن أنا طبعاً إحنا تركنا مرونة في هذا الموضوع للمدارس، فأنت طبعاً ممكن تحضر من المدرسة من الساعة 8 إلى 2:30 أو تطلب من المدرسة إذن أنت تكون في البيت عساس تحضر من 8 إلى 2:30، وطبعاً من 3 العصر إلى 6 المغرب هاي طبيعي بيكون من البيت. مدة الدراسة لكل مقرر مثل ما ذكرت، المقرر الواحد ياخذ فصل دراسي جامعي كامل، يعني المقرر الواحد ياخذ 16 أسبوع، فأنت عندك 3 مواد في كل فصل، يعني كل مادة يعني مجالها 16 أسبوع حسب التقويم الدراسي لجامعة البحرين، لأن أحياناً يكون الفصل 15 أسبوع وأحياناً 16 أسبوع حسب الأيام الدراسية. طبعاً بمجرد ما تخلص من هذه المواد راح يتمنح الطالب شهادة دبلوم عالي في القيادة للمعلمين من جامعة البحرين، وعلى أساس تتخرج من البرنامج مطلوب منك أن أنت تنجح في كل المقررات وتحقق معدل تراكمي ما يقل عن 2.5. في حالة أن أنت خلصت 6 مواد وكان مجموعك أقل من 2.5، طبعاً أنت ممكن تقترح المادة اللي أنت حاب تعيدها. إحنا عادةً نقترح على الطالب المادة اللي هو جايب فيها أقل الدرجات، ممكن تختار مادة من الفصل الأول أو المادة من الفصل الثاني، وحسب كم معدلك. إذا كان المعدل نازل كثير عن 2.5 يمكن نطلب منك تعيد أكثر من مقرر، إذا كان قريب من 2.5 ممكن يكفي أن أنت تعيد مقرر. فكل هذه الأمور تناقش بعدين
مع المرشد الأكاديمي ومع الموظفات في قسم الإرشاد الأكاديمي عندنا بالكلية. نظام الحضور والإنذار الأكاديمي، طبعاً مثل ما قلنا أن كل المقررات هذا الفصل راح تكون عن طريق التعلم عن بعد من خلال برنامج البلاكبورد. الكلية راح تقوم بإدراج أسماءكم جميعاً في البرنامج، بحيث أن أنت راح لما تدش على البلاكبورد راح تشوف المقررات الثلاثة. عفواً، هي مش الكلية تماماً هي اللي تدرج، إحنا الكلية نسجلكم في البرنامج. عقب عندنا نظام aligned في جامعة البحرين، مجرد أي شخص إحنا نسجله في البرنامج by default يتسجل في برنامج البلاكبورد اللي هو البرنامج اللي يصير في كل العملية التعليمية. طبعاً من خلال الحضور للصفوف، طبعاً إحنا عندنا مثل ما أنتم عارفين إحنا كلية معلمين، فنركز على هذه الأمور يمكن أكثر من غيرنا. طبعاً الحضور إحنا طبعاً لازم نكون رول مودلز حق طلابنا، فبالتالي لازم نلتزم بالحضور بشكل صحيح للمحاضرات. فنحاول قد ما نقدر نلتزم بوقت المحاضرة سواء كانت فيس تو فيس ولا أونلاين، نفس القانون ينطبق في الاثنين. فتحاول قد ما تقدر أنت تكون داش المحاضرة أون تايم، يعني لا بأس بالتأخر 5 دقائق، لكن إذا كان أكثر من 5 دقائق عادة راح يأثر على درجات الالتزام المهني، خاصة إذا ما قدرت أنت بعد المحاضرة أن أنت تعطي الدكتور عذر التأخر مالك. فإذا صار تأخر لأي سبب يعني تحس أن أنت يعني لازم تعذر عليه، أن تخبر الأستاذ أن أنا اليوم دخلت المحاضرة متأخر بسبب الأشياء، الأساس لي يكون في باله أن أنت دائما تدش المحاضرة متأخر ويأثر هذه على درجات الالتزام المهني. طبعا التأخر لمدة 20 دقيقة أو أكثر من 20 دقيقة عادة يعتبر غياب، إلا إذا أنت دخلت دخلت متأخر 20 دقيقة وبعدين ضروري تخبر الدكتور ليش أنت دخلت 20 دقيقة متأخر وتعطي أي عذر عندك على أساس لا ينحسب لك غياب. طبعا نظام الإنذار عندنا بالكلية وحسب نظام الإنذار بالجامعة، فالمقررات اللي المحاضرة الوحدة فيها 3 ساعات يطلع الإنذار الأول بشكل مباشر للطالب بمجرد غياب عن محاضرتين. فإذا غبت محاضرتين راح يجي لك مسج أو سواء بالموبايل أو من نظام معلومات الطالب يخبرك أن أنت حصلت على الإنذار الأول. الإنذار الأول هو مش شيء مقلق، يعني ما يحتاج أن أنت تقلق بشأنه. وعموما أنت كل أنواع الغيابات والتأخير إذا عندك إعذار المفروض تسلمه مباشرة للأستاذ المقرر، بس يعني إحنا ما نكون دشينا مرحلة الخطر في مرحلة الإنذار الأول. هو مجرد إنذار على أساس ننبهك ترى أنت غايب محاضرتين وعساس تنتبه أن أنت ما تغيب أكثر. بس لما نوصل لمرحلة الإنذار الثاني هني لازم تكون حذر جدا، لأن غياب 4 محاضرات تعني الفصل من المقرر. فإذا أنت وصلت لمرحلة الإنذار الثاني، هو عادة الطالب في جامعة البحرين مجرد ما يوصل إلى مرحلة الإنذار الثاني يعني أوتوماتيكلي يتم حذفه من النظام، لأنه يعتبر تعدى يعني وصل لمرحلة الفصل من المقرر. إحنا عادة شوية يعني بحكم أن إحنا يعني معلمين وكذا وأنتوا كلكم مرشحين وكلكم يعني مبتعثين، فشوية نحاسب لأن إحنا ما نبي أي أحد نحذفه من المقررات، لأن إحنا نحتاج أن أنتوا أصلاً تتخرجون من هاي البرامج وترجعون بخبراتكم لمدارسكم على أساس نحقق أهدافنا المشتركة مع وزارة التربية والتعليم. فبالتالي نحاول قد ما نقدر نلتزم. واجهنا مشاكل أو ظروف يعني ما قدرنا إحنا نتحاشاها، نعطي الأعذار بشكل مباشر للأساتذة. فإذا أنت وصلت لمرحلة الغياب 4 محاضرات عادة إحنا نعقد لجنة خاصة للبت في وضع الطالب، يعني قبل لا إن إحنا نفصله من المقرر، فنشوف الأعذار اللي قدمها إذا كانت يعني ممكن يعني أعذار مقبولة وممكن مراعاتها، فبالتالي نحسب يعني نحسب كم محاضرة كم فرصة ممكن نعطيك أكثر أساس إن أنت ما تنفصل أو تسقط في المقرر. بس مثل ما قلنا يعني هذه تصير لجنة خاصة وتتم مراجعة الأعذار، فاحتمال أنت يعني تتوقف عن المحاضرات لما تعقد اجتماعات اللجنة وتشوف تبت في الموضوع، فهي إجراءات رسمية نتمنى أن ما حد يصل إلى هذه المرحلة. المرشد الأكاديمي طبعا حسب نظام جامعة البحرين كل طالب موجود بالجامعة له يعين له مرشد أكاديمي من أعضاء الهيئة الأكاديمية. طبعا مجرد ما يتم تعيين المرشد الأكاديمي راح تقدر تشوف اسمه في نظام
معلومات الطالب، وبالتالي أي مشاكل تحس أن أنت تحتاج أن أنت أحد يساعدك فيها، أي أسئلة عندك طبعاً هو راح يكون معك خلال السنة كاملة يساعدك في تحقيق أهدافك والحفاظ على مستواك الأكاديمي بحيث ما تنزل عن 2.5، وينبهك إذا في أي قوانين مش واضحة لك، وتتواصل معه في أي وقت أنت تحتاج أن أنت تعرف أي شيء. طبعاً التواصل مع المشرف يكون رسمياً من خلال الساعات المكتبية. طبعاً الساعات المكتبية في ممكن بعض الدكاترة يوفرونها حتى في فيس المرحلة الحالية، أو الغالبية طبعاً راح تكون الساعات المكتبية موفرة لك أونلاين. في حالة أن الساعات اللي وفرها الدكتور مش متناسبة مع جدولك أو تتعارض مع أي التزاماتك الأخرى، بكل بساطة أنت ممكن بس تطلب موعد مع الدكتور ويجتمع معك ويدرس معك الموضوع اللي أنت حاب تشوفه على أساسه. طبعاً الأمور اللي أنت ممكن تناقشها معك مع المرشد اللي هي أي مخاوف أكاديمية، أي شيء غير واضح لك بالنسبة للقوانين، أي شيء في بالك ممكن تناقشه معه، بس مش من مهام المشرف أو المرشد الأكاديمي أنه يساعدك في موضوع الاختبارات أو المشاريع. أنت مثلاً تحس أن الدكتور ما أعطاك درجة منصفة في assignment معين أو درجتك في الاختبار تحس التصحيح، يعني هذه الأمور يعني ما يقدر يساعدك فيها المرشد الأكاديمي، فإحنا ما نقدر نتكلم، يعني المرشد ما يقدر يتكلم بالنيابة عنك مع أستاذك. فأنت أي مشكلة من هالنوع لازم تواجه فيها الأستاذ المقرر نفسه. أي مشاكل عندك ملاحظة على طريقة تدريسه ما تتناسب مع شيء معين أنت تحس أن أنت تبي توصله له، تحس التقييم في إشكالية في بعض الأسايمنتات اللي تم تقييمها، هذه الأمور تناقشها مباشرة مع الأستاذ المقرر، تأخذ معه موعد أو في الساعة المكتبية ما تقدر كانت مناسبة لك تتفق معه وتناقش معه أي موضوع يخص علاقتك أنت بين اللي هي العلاقة الأكاديمية الطبيعية اللي هو الأسايمنتات والاختبارات وطرق التدريس وغيره. طبعاً إذا حسيت أن أنت طبعاً المرحلة الأولى لازم تتكلم الأستاذ المقرر، إذا حسيت أنه والله أنت كلمته وما تجاوب معك أو ما وصلت للمعلومة مثل ما أنت كنت حابة وحسيت أنه تحتاج يعني بعد يعني ما حسيت الموضوع انحل معه، ممكن أنت تنقل المشكلة إلى منسق البرنامج وتشوف شنو ينصحك هو في هذا المجال. ننتقل حق الخطة الدراسية. طبعا الخطة الدراسية مثل ما ذكرنا فصلين، بالنسبة حق الفصل الأول راح تكون عندك 3 مقررات، وهذه المقررات تكون معنية بالدرجة الأولى اللي هو القسم اللي هو تطوير أدائك كمعلم، ففيها استراتيجية التعلم الفعال، فيها تصميم المنهج وأدوات التقييم، وفيها تدريس الطلبة ذوي الحاجات المختلفة. فهذه مثل ما ذكرت لكم مقررين تأخذهم في يوم واحد في الأسبوع من الساعة 8 إلى 2 وشوية، ومقرر ثالث واحد من هالمقررات راح تاخذ من الساعة 3 إلى الساعة 6. بالنسبة حق الفصل الثاني هنا نبتدي ننتقل إلى مقررات القيادة، فبيكون عندك فهم القيادة للمعلمين، توجيه وتقويم أداء المعلمين، البحث الإجرائي في القيادة للمعلمين، وطبعا نفس آلية العمل 3 ساعات معتمدة، يعني 45 ساعة صفية لكل مقرر ويومين في الأسبوع، في يوم تأخذ مقررين وفي يوم تأخذ مقرر. بالنسبة حق نظام معلومات الطالب، طبعا هذا شيء أساسي ومهم راح يعني يلازمك طول فترة دراستك. طبعا ممكن أن تدش على نظام معلومات الطالب من خلال الموبايل أو من خلال الآيبود أو من الكمبيوتر، طبعا من خلال هذه الرابط. طبعا في النظام راح تحصل جدولك الدراسي، الأساتذة اللي يدرسونك، بعدين طبعا درجاتك تنزل مباشرة في النظام. المرشد الأكاديمي لما تجتمع معه عادة يحط حصيلة الاجتماع في النظام، في حالة أنه هو حب أنه يجتمع معك بسبب أي ملاحظة لاحظها أو وصلت له من الأساتذة اللي يدرسونك بيحط لك ملاحظات في النظام، ممكن يدعوك إلى اجتماع من خلال النظام، فبالتالي أنت راح تكون مرتبط بالنظام بشكل يعني يومي ومباشر. وطبعا جدا مهم ان انت دائما تتفقد وتشوف اذا في اي نوتيفيكيشن حاطها لك المرشده واي استاذ على النظام. طبعا الجامعه ايضا تعتمد عليه على النظام هذه بخصوص مشاكل التظلم.
طبعا لما تخلص انت باذن الله الفصل الاول وتنزل لك المقررات، يحق لكل طالب في جامعه البحرين انه يتظلم على نتيجه المقرر. طبعا يكون التظلم ايضا من خلال النظام. لما تدش على صفحتك راح يعني هو مش صعب، مجرد ما تتصفح راح تشوف المكان اللي فيه اللي ممكن ان انت تتظلم فيه، المكان اللي بعدين لما تخلص باذن الله السنه الكامله من وين تسوي اخلاء الطرف، فكل الامور راح تكون موجوده عندك في النظام. حسيت روحك يعني توهقت في شيء ما عرفته، ممكن ايضا تسال المرشد الاكاديمي او اي اساتذه المقرر، كله راح يكون ان شاء الله موجود للمساعده. طبعا بالنسبه حق التسجيل، طلاب كليه البحرين المعلمين ما يسجلون انفسهم، احنا نسجلهم في المقررات واحنا نثبت دفع الرسوم الدراسيه المطلوبه. طبعا انتم بالنسبه لكم انتم معفيين من الرسوم الدراسيه، بس احنا لازم نثبت هاي الشيء في النظام. طبعا في حال ان الطالب ما لقى المقررات المفروض انه يكون مسجل فيها، يعني افترض ان شفت انت زملائك كلهم خبروك انك مقرراتهم طلعت وانت ما قعدت تطلع لك، بس خبر استاذ المقرر ان انت عندك مشكله، اي شيء تحسه مش طبيعي في تسجيل المقررات مالتك، يعني انت عندك 3 مقررات، اذا لقيت مقررين وما لقيت مقرر الثالث خبر استاذ المقرر على اساس انه يخبرنا ان عندك اشكاليه في تسجيل او في تسجيل احد المقررات. طبعا ايضا ضروري جدا، يعني احنا كثير نشوف بعض الطلاب يواجهون كثير مشاكل في مراحل متاخره لانهم ما ينتبهون للارشادات او ما ينتبهون حق التواريخ. مهم جدا ان تتابع التقويم الاكاديمي لجامعه البحرين، لان احنا كلنا نمشي على نفس التقويم، فتتاكد من التواريخ المهمه. ضروري يعني انصحكم جميعا ان تدشون على يعني تسوون فولو في الانستغرام مال الجامعه على اساس انه بعد هناك تنزل لكم التعميمات، تشوفون موقع الجامعة. يعني في طلاب يجون عقب 3 أسابيع يقول لك أنا ما كنت أدري الدراسة متى راح تبتدي. طبعا هي مش مسؤولية أي أحد يخبرك الدراسة ما راح تبتدي، أنت مجرد ما حصلت قبول في الجامعة المفروض على طول تتابع الكالندر مال الجامعة وتتابع التعميمات والإرشادات اللي تنزل بين فترة والثانية. طيب تواريخ الانسحاب، واحد صار عنده ظرف وبغى ينسحب، بغيت أن أنت تعرف درجات مالتك متى تتظلم على الدرجات، في كثير من التواريخ مهم جدا ان احنا كلنا نكون حريصين ومنتبهين انه ما يفوتنا تاريخ مهم وبعدين نقع في مشكله كان ممكن احنا نتفاداها. طبعا الكليه ايضا عندها بعض التواريخ وبعض الانشطه، احنا بالنسبه لنا اي شيء موجود عندنا اضافي على اللي موجود على جامعه البحرين ننزله على موقع الكليه او على منصه مودل في الكليه، وانتم اساتذتكم إذا عندهم أي شيء يبون يخبرون لكم بينزلون لكم أيضا على بلاك بورد. طبعا إحنا بالنسبة لنا الجداول الدراسية، تعميمات الكلية، استمارات الإلكترونية، حبيت إن طبعا عندنا مجموعة من الاستمارات الإلكترونية وفيها خدمات، إذا أنت حاب تستفيد من أي شيء ممكن تطل تشوف الاستمارات الإلكترونية الموجودة شنو هي على أساس تعرف شنو هي حقوقك وشنو الأشياء اللي أنت تقدر تسويها. كل هذه الأمور تلقاها على منصة مودل، طبعا انا حطيت لكم هنا الرابط. ايضا على مودل بتشوف الانظمه واللوائح الداخليه للكليه، تلقى دليل الطالب في الكليه، مثلا لوائح الامتحانات، انظمه الحضور والغياب، الارشاد الاكاديمي، ايش العلاقه بالمهنيه، فبتشوف كثير من الامور كلها تكون محطوطه على منصه مودل. حساب البلاك بورد مثل ما قلت لك، احنا في الكليه نسجلك في المقرر، وبالتالي انت باي ديفولت جامعه البحرين تنقلك على منصه اللي هي البلاك بورد. في حاله ان انت تسجلت لك المقررات وشفت روحك مو موجود، يعني مو بلاقي نفسك في البلاك بورد، ما لقيت المقررات نزلت لك في حسابك على البلاك بورد، بالتالي تقدر تتواصل مع جامعة البحرين من خلال الهاتف أو الواتساب أو الأرقام أو الإيميل اللي موجود عندك يعني قدامك، تخبرهم يعني تدش على البريد الإلكتروني أو على الشات بوت وتقول لهم والله أنا طلعت لي المقررات، تشرح بس أهم شيء تشرح المشكلة بشكل واضح حتى تنحلك بشكل واضح، يعني لا تقط كلمتين وتمشي، تحط اسمك، رقمك الطلابي، رقمك الشخصي، وتقول والله أنا يطلع لي المقرر في الاس اي اس لكن ما يطلع لي مثلا في البلاك بورد، انا يطلع لي المقرر في البلاك بورد بس لما ادش ما اقدر ادش على الحصه، يعني تشرح المشكله بشكل واضح مع ذكر اسمك والبرنامج مالك ورقمك الشخصي والرقم الطلابي على اساس تكون البيانات عندهم واضحه
ويساعدونك في حل المشكلة. طبعاً هذه كان بشكل مختصر أو بشكل إجمالي طبيعة العمل في الكلية والأمور اللي تخص البرنامج. في حالة أن في شيء أنا ما قلته وأنت لحين كان عندك سؤال عنه أو مش واضح عن ما وضحت لك الفكرة، ممكن تتواصل مع منسق البرنامج، منسق برنامج القيادة للمعلمين دكتور محمد موسى، هذا إيميله، ممكن تتواصل معه عساس تاخذ أي معلومات إضافية أنت محتاجها. طبعاً أيضاً في اللايف سيشنز ممكن تسألون بعد ما تروحون على هذا الفيديو، تروحون على هاي السلايدز، السلايدز أيضاً موجودة بصيغة الباوربوينت على مودل. في حالة أن أنت مريت على السلايدز وحسيت أن في أشياء كانت مو واضحة لك، ممكن تسأل المنسق في اللايف سيشن. طبعاً في حالة واجهت مشكلة ما قدر، طبعاً هذه على مدى فترة، طبعاً هذه الإيميلات على مدى فترة الدراسة في البرنامج ككل. في حالة واجهت مشكلة ما قدرت تحلها مع مرشدك الأكاديمي، ما قدرت تحلها مع منسق البرنامج، وخلصت من الأستاذ المقرر وما لقيت لها حل، وليحين تحتاج أن أنت تتواصل مع أحد، ممكن تتواصل معي على هذه الإيميل. بس مثل ما قلت لك أنه ما بقدر أبت لك في أي موضوع إلا إذا أنت رحت حق القنوات الأولى، عندك الأستاذ المقرر، المرشد الأكاديمي، منسق البرنامج. في حالة أن كل هاي القنوات ما اشتغلت معك، ممكن أن أنت تتواصل معي لحل المشكلة. أما في حالة أن كانت أي مشكلة مثل ما ذكرت لك أكاديمية بحتة تبع قسم معين، ممكن أيضا تلجأ إلى رئيس القسم المعني. وأتمنى لكم إن شاء الله يا ربي كل التوفيق، وشكرا لمتابعتكم، وكل عام وأنتم بخير.